بنحب نبدأ مع حضراتكم كل يوم بحاجة تدعو للتفاؤل، حاجة تدعو للإيجابية. يمكن في مشاهد إنسانية كتير جدا تابعناها في مؤتمر الشباب واللي بتستضيفه الإسماعيلية وهيختتم النهاردة إن شاء الله. يمكن من أبرز تكريم الرئيس لمجموعة من الأبطال والفدائيين، منهم طبعا السيدة المناضلة الفدائية هي زينب الكفراوي، واللي هنتكلم عنها بقى كتير دلوقتي وهنقول لكم بعض المعلومات. انضمت للمقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثي وهي كان عندها 15 سنة. احنا متخيلين وهي عندها 15 سنة قد ايه كان عندها روح إيجابية، روح وطنية. زينب الكفراوي رغم سنها الصغير وقتها لكنها اتدربت على حمل السلاح وعلى القتال عشان تدافع عن وطنها. كانت مهمتها خطيرة جدا لأنها كانت بتجمع الأسلحة من البيوت وبتوصلها للفدائيين في مواقعهم السرية، وده رغم أن الجنود الإنجليز كانوا منتشرين بشكل كبير في كل شوارع مدن القناة. زينب اتوصلت لفكرة بسيطة جدا لكن هي الحقيقة فكرة عبقرية، وده بعد ما هي استعانت بابن اختها الطفل الرضيع، وكانت بتخبي دايما الاسلحه في العربيه بتاعه البيبي ده وتمشي في الشارع من غير ما اي حد نهائي بيشك فيها. ومحدش طبعا كان بيتخيل ان العربيه بتاعه البيبي دي فيها مثلا، تتخيلوا بقى، فيها 10 قنابل، فيها 4 رشاشات، حاطه من فوقيها كمان مرتبه، المرتبه دي نايم عليها الطفل الصغير الرضيع ده. احنا متخيلين قد ايه المخاطر اللي هي كانت بتعرض نفسها ليها، واللي بتعرض الطفل الصغير ليها، واختها ما عندهاش اي مشكله في ان ابنها الصغير البيبي اللي عنده شهور ان هو يعيش بنفس الوطنيه دي. زينب الكفراوي رغم مرور 61 سنة على الأحداث دي لكنها عايشة بنفس روح النضال، بتقول إن عمرها ما طلبت حاجة قدام طبعا تضحياتها لأنها بتحب بلدها ومستعدة تموت عشان أرضها. قالت إن كلام الرئيس معاها كان أفضل تكريم بالنسبة لها ولمجموعة من الفدائيين اللي دافعوا عن مصر من أول العدوان الثلاثي ومن بعده حرب أكتوبر، وحتى الأحداث الصغرى وغيرها من الأحداث اللي مرت على مصر. يمكن نكسب 67 ما خلتش الناس تيأس، ما خلتش الظروف الصعبة النفسية حتى اللي الناس كانت بتمر بيها ما خلتهمش ييأسوا، بالعكس كانوا متمسكين أكتر ببلدهم بوطنهم، كان عندهم أكتر رغبة في الانتقام من العدو. عايزة أقول لكم كمان زينب الكفراوي الحقيقة هي سافرت الجزائر سنة 64 ورجعت تاني مصر سنة 87. بعد ما رجعت لقت الحقيقة في تغير في أو تدهور أخلاقي واجتماعي، فهي زي ما قومت العدوان هي كمان قدرت أن هي تقاوم التدهور الأخلاقي والتدهور الاجتماعي. فهي الحقيقة سيدة، يمكن امبارح برضو دخلت قعدت أقرأ عنها شوية، لقيت صور الحقيقة حلوة جدا نزلها. هي ساكنة في الدور الأخير، نزلت بتنظف العمائل قدام العماره، يعني هي واحده ساكنه اصلا هي مش متضرره من المناظر اللي تحت، فهي نازله في الشارع وبتنظف قدام العماره. فدي حاجات كمان اخلاقيه الحقيقه، ان احنا محتاجين ان احنا نقول لكل الناس ان يعني هي سيده ومن وهي 15 سنه، 15 سنه ده يعني حاجه صغيره جدا. بتحب وطنها ايا كان المجال، وقت الحرب بطريقتها، وقت السلم، ووقت ما احنا عايزين نشتغل للوطن كمان بتشتغل. وعشان كده بنقول ان هي نفس الروح اللي كانت موجوده عندها ايام الحرب هي اللي ما زالت موجوده عندها.